السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم المختصة بإعادة تدوير وصنع شيء من لا شيء. وكنقول دائما لنضموا القناة من جديد ألف مرحبا بكم، فهذه قناتكم قبل ما تكون قناتي. وجزيل الشكر لمشجعي اللي كيشجعوني من بداية القناة، وكنقول لهم كذلك شكرا جزيلا لكم. أما بالنسبة اليوم فكانت الفكرة عبارة عن صنع بلاطو جيد 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 راقي في الشكل ديالو. يعني الكلمة يعني أنا يا شخصيا عجبني بزاف، ما يعني نقدر نقول لكم من أحسن الأشياء اللي عملتها في القناة ديالي. فكل ما احتاجت له هو أشياء بسيطة جدا، كان هذا حزام متواجد في محلات اللي كيبيعوا الإكسسوارات الجديدة أو القديمة، فيعني يعني ممكن أنك توجديه بسهولة إلا قررت أنك تبحثي عليه. فانا كنت غادي نعمل هاد الزجاجه في الوسط، ولكن للاسف انكسرت، فعوضتها بهذا الخشب نتاع الليزر اللي كنت صبغتها بالاسود، وعملت فيها واحد ليطاش بالذهبي بواسطه اسفنجه او لابونجا، فكنت غادي نوضحها في الوسط. اما بالنسبه لهذوك الاحجار هما هذوك اللي كنت استعملوهم في المخدات او لتزيين المخدات، متوجدين ب 50 درهم لمئة حبة، أو لا كتاخدي وحدة بخمسة درهم. فهو الشكل ديالهم زجاجي وكريستالي، كيجي راقي جدا. المهم يعني كتاخدي كل ما هو يعني موجود عندك، وكتستعملي يعني أشياء اللي متوفرة عندك. فممكن أنك بالأشياء اللي يكونوا عندك موجودين تحصلي على حاجة أفضل من اللي تاخدي لها تخرجي وتشري الأشياء اللي يعني بغيتي تقلدي 100%. فخذي اللي عندك وبدي تقدري تحصلي على نتيجة رائعة. فهنايا هذا بلاطو كان عندي موجود خشبي، ممكن أنك تعوضيه بالمرأة فقط، يعني تعملي المرأة وتدوريها بهذوك الأحزيمة، أو لا تخدميها عند النجار وتصبغيها في الأسود. مهم لك كامل الاختيار، ويعني انتي غادي تكوني المبدعة وانتي صاحبة القرار بالإبداع اللي غادي تحصلي عليه. فغادي ناخذ هذا الحزام وغادي نثبتوه بواسطه مسدس الشمع، بعد ما حيدت منه هذيك السلسله اللي كتكون في اخر اللي كنسدو بها. فغادي نزولوها بواسطه بانس، ويعني اشياء اللي تكون يعني صلبه لانها شاده راسها مزيان، ونحرصوا لانني وانا كنتخلص منها راه يعني فلت مني الترنيفيس وضربت يدي غير يعني ربي يستر وما تجرحتش. المهم هنايا غادي نوضع مسدس الشمع وغادي نثبت مزيان، نستناها نعطيها وقت حتى تنشف مزيان، عاد نمر الكاغي الثاني، وهكا غادي نستمر في التثبيت حتى نساليها. وبالمناسبه غادي نقول لكم يعني ما تنساوش انكم توضعوا اللايك والاشتراك وتتبعوا الفيديو من الاول للاخر اذا كان ممكن، يعني حتى ولو سرعتوا ماشي مشكل، ولكن حاولوا ما امكن يعني انكم ما تخوش تاخذوا الفيديو النتيجة ديريكتومون، فهذا كيضر بالقناة يعني بزاف، ما كتجيش نسبة المشاهدة ما كتكونش يعني عالية، كيكون عندك واحد جوج دقائق في الفيديو انتي ضربة عليه تمارة ديال جوج سوايع او ثلاثة سوايع، فكيجي كياخد دقيقة من الاول بطريقة يعني كيمشي بعجالة. فيعني قدروا هاد الجهد اللي كنعملوه، وهاد يعني اللي كنبقاو نحاولوا ما امكن اننا نعطيكم افكار و اشياء يعني اللي تقدروا تزينوا بها المنازل ديالكم. فاللي كنلاحظ انكم يعني فاش كتاخذوا تفرجوا شي فيديو ديال المحتويات الروتينيه اولا، فكتلقى المشاهده كتكون عندهم يعني مشاهده كامله للفيديو، مع العلم ان الاشياء اللي كيعملوهم هما نفس اللي كتعملوهم نتوما. كلشي كيعرف يسيق، كلشي كيعرف يمسح الديور، كلشي كيعرف يخمل، كلشي كيعرف يطوي، فيعني اشياء اللي يعني بديهيه والانسان سهل انه يعرف يخدمها. فحاولوا انكم تشجعوا المحتويات الهادفه، او لا يعني ما تبقاوش تسرعوا خاصه في المحتويات اللي كيبذل فيهم انسان مجهود. فهذه كانت يعني غير فكره حاولت انني نوصلها من خلال هذا الفيديو، فكنتمنى يعني انكم تفهموني وتقدروا يعني الموقف اللي كان نهضر من الناحيه ديال. فهنايا خديت هذوك الاحجار اللي استعملتهم، اللي قلت لكم كيستعملوهم في المخدات، فدورت بهم هذا البلاطو. واحد يعني غادي يزين الشكل وغادي يعطي واحد اللمعه اللي غادي انعكاس ديال الاضواء اللي غادي يعطي واحد الرقي وشكل راقي جدا، زعما بمعنى الكلمه الشكل كيجي فن غزال. اما بالنسبه للناحيه الثانيه فغادي نخبع هذاك المكان اللي لصقت فيه هذاك الحزام من الاسفل، هذاك مسدس الشمع،
وحاولوا ما امكن انكم يعني في الاخير انكم تنقيو مزيان هذا الاشياء اللي كنستعملوا فيها مسدس الشمع، لانه كيخلي واحد الخيوط الشكل ديالها بحال خيوط العنكبوت، فما كتبانش في الكاميرا مزيان ولكن راها كتخلي بزاف الخيوط. كنحاول ما امكن انك تنقيها ما تخليهاش، فما كتبغيش تشد لي بيدي كنستعمل هذا بحال نتاف المقص اللي كنقطعو به. بعد ما سليت يعني انني نقيت هذوك الخيوط ديال الكولا، استعملت هذا الخشب الليزر في الوسط اللي جا الشكل ديالها راقي جدا، وعطات واحد التناسق مع الالوان اللي موجوده في البلاطو واللون النحاسي اللي موجود في الحذاء، فصراحه جا الشكل ديالها جد راقي. فانا ما كملتش هنايا، مازال عندي الطريقه، مازال عاد غنزينوا هذا البلاطو باشياء اخرى وباشياء بسيطه، وكما قلت لكم دائما انها متوفره متواجده في الاسواق بفوره وخاصه في السوق المغربي، لانه يعني صراحه الحمد لله على بلادنا كتسخر بهاد المواد اللي موجوده في ديال التزيين ديال القفطان ديال الصالونات كافه، وما كيستعملوا بزاف هاد لي ستراس وهاد الاشياء اللي كنزينوا بهم. فيعني الى حاولتي انك بحثي على الاشياء فبسهوله غادي توجديها في المغرب. فهنا بعد ما ساليت هاد لي ستراس جا الشكل ديالو على هذا الشكل، فانا هنايا غادي ناخذ نفس لي ستراس اللي استعملتهم ونفس الاحجار اللي استعملتهم وغادي نخدم بهم الرجيلات. خديت ثلاثه وصراحه هما اللي بقاو معايا، بقاو لي ثلاثه من هاد لي ستراس، فانا كنت عملتهم في مجموعه من الاعمال. ممكن انني نخليهم لكم في اسفل صندوق الوصف، ممكن انكم ترجعوا تشوفوهم الا كنتم مهتمين بالامر طبعا. فهنايا غادي نوضع الرجيلات كما لاحظتوا ثلاث يعني في ثلاث اماكن، بعد ما كاني نوضع واحد الكميه لا باس بها من مسدس الشمع باش يتبسوا مزيان، ومن بعد غادي نقلبهم وغادي نزين الجوانب ديال هذا الحزام بواسطه احجار من نوع اخر اللي كنستعملوهم في القفطان، يعني الشكل ديالهم كذلك يجي رائع جدا، فهو مزيج ما بين الاسود والاحجار الصغيره اللي الشكل ديالها كيجي كيعطي واحد اللمعه جميله جدا. فانا خديت يعني عدد ديال الاماكن ديال الفواصل اللي غادي يكونوا ما بين كل كاري وكاري، وضعت يعني هذاك الاستخاص. وكما كنقول دائما حاولي ما امكن انك تنقي مكان العمل وتنقي هذوك الخيوط ديال مسدس الشمع، لانها صراحه كديرونجي بزاف، وخاصه الا ما عطيتيهاش الوقت ونقيتيها مزيان فكيجي الشكل ديال هذا العمل ما مفينيش. فحاولي ما امكن انك تخلصي من دوك الخيوط اللي كتحصلي عليها. وهكذا غادي نستمر في التزيين ديال هذا البلاطو. وكما لاحظتوا فمسدس الشمع يعني مع شده البروده اللي راه في الجو دغيا كينشف، ما كنجي في نحط العقيق او الاحجار حتى كينشف. فحاولي ما امكن انك تكوني سريعه في الخدمه ديالك مع في الوقت اللي كيكون هذا الجو بارد. فهكا غادي نكملوا التزيين بهذه الطريقه حتى نساليو وغادي نحصلوا على الشكل النهائي اللي صراحه جا جد راقي. شخصيا كما قلت لكم في اول فيديو كنعتبره من احسن الاشياء اللي حصلت عليها، فالشكل ديالو جاي يعني بحال هذوك اللي كيكونوا موجودين في المحلات الراقيه اللي كيكون الاثمنه ديالهم خياليه، وخاصه لانني استعملت فيهم هذا الموديل اللي كيكون على الشكل المربع، فكذلك يعني موجودين في الاسواق. فهنايا بعد ما ساليت بقات ليا هذيك النقطه اللي موجوده في الوسط ديال هذاك خشب الليزر، فاستعملت فيها واحد ليستراس اللي هي الشكل ديالها دائري ووضعتها في الوسط غير كزينه. وبما اننا هاد البلاطو غادي نخدموه غير لوضع الديكورات فما نخافوش من الغسيل ديالو، ما غاديش نحطو فيه شي حاجه اللي غادي توسخو، يعني غادي نمسحوه من الغبار يعني هكا من وقت لوقت. في الاخير كانت النتيجه على هاد الشكل صراحه جا الشكل ديالو راقي جدا، يعني صراحه انا عجبني بزاف. فوضعت عليه هاد الديكورات اللي سمعت سبق لي وعملتهم في القناه، غادي نخليهم لكم حتى هما اسفل صندوق الوصف الا كنتم مهتمين. فكنتمنى من قلبي الخالص انكم تخليوا لي تعليقات على الشكل ديالو، يعني نعرف بانه عجبكم حتى نتوما كما عجبني حتى انا. ماذا بيا يعني تعطيوني الراي ديالكم بكل صراحه، ماشي مشكل الا كان ما عجبكمش، يعني فالاذواق كتختلف من واحد للاخر. وكما قلت لكم يعني ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم مع الاصدقاء ديالكم
في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تويتر واتساب، يعني يكون هذا بليزير لي يعني اذا كان ممكن. كذلك هاد الورود اللي عملتها في القناة ديالي فهي شمعة دانات، عملتها من الملاعق البلاستيكية بعد ما صبغتها بألوان اللي هي يعني جميلة. وصندوق المجوهرات كذلك هو راه موجود في القناة ديالي، عملته من الكرتون هو وهذا المرآة الشمسية، فكل موجود في القناة ديالي. فمعظم الديكورات اللي كنخدم فهي من صنع يدوي. وفي الأخير كنقول لكم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.